أسمر جميل من روائع عباد عبد الرحمن، تغنى بها الراحل طيب الله ثراه الأستاذ إبراهيم الكاشف. شكرا جزيلا على هذا الأداء والتطريب الجميل. وصلنا لآخر فقراتنا، ركن الفنون حيكون معنا إن شاء الله داخل الاستوديو ضيفنا الأستاذ بدر الدين المكي المخرج وصانع المحتوى. مساء الخير عليك. مساء الخير عليكم أستاذة هايلين. مساء الخير على كل المتابعين سوداني 24. الله يديك العافية، كيف صحتك؟ شكرا لتلبية الدعوة. ممكن نتعرف عليك بصورة أقرب شوية؟ أنا بدر الدين المكي أبو زيد من القضاري، صانع محتوى، بقدم برنامج بلدنا على قناة المخرج الصغير وسكتشات كوميديا صغيرة كده. سكتشات. طيب التخصص الدراسي حقك وعلاقته بالإخراج؟ التخصص الدراسي بتاعي هو ما بعيد من الإخراج. أنا درست آي تي، ولكن يعني موضوع الإخراج والتقديم وهنا الحاجة دي هواية من زمان، من بدري يعني من أيام الدورة المدرسية أيام الثانوي. طيب يعني من خلال عملك وإنتاجك للفيديوهات صانع المحتوى، فبالتالي بيكون متابع للقضايا، متابع للظواهر اللي ممكن تكون محتاجة معالجة، تتعالج في شكل محدد أو في قالب معين أنت طبعاً بتختاره. طيب المواضيع والقضايا اللي أنت حاب تعالجها كيف بتختارها؟ المواضيع اللي أنا بختار برنامج بلدنا هو قايم على الترند الحاصل في البلد. الترند الحاصل في البلد. نعم. الترند الغلط هو بعالج. طيب المعالجات شكلها بكون كيف؟ وهل أنت بتعالجها بنفسك؟ يعني بتستعين بمختصين؟ القضية ذاتها أنت عشان تجي تحاول تعكسها، إحنا المتلقي السوداني مرات يكون صعب شوية فكرة إنك تقول الحياة دي غلط وأعمل ده الصح، ممكن يكون ما متقبلة. نعم. أنا بعالج القضية كيف؟ أنا بطرح قضية للرأي العام، يعني للشعب السوداني. يعني مثلا في يوم مشكلة، أزمة في برنامج بلدنا، بدأ بأزمات العيش، صفوف البنزين، كده يعني كنا بنمشي نسأل الناس يعني كيف إحنا نقدر نعالج الحاجة دي، أو كيف نتدارك الحاجة دي. كده. طيب ليه اخترت إنه المعالجة لازم تكون عن طريق فيديو؟ يعني ليه حسيت إنه مثلا اختيارك للفيديو، هل في فلسفة محددة أنت قررت إنه مثلا عشان أنا أعالج قضية لازم تكون عن طريق الفيديو؟ ليه ما فكرت في حاجة تانية غير الفيديو؟ هي لازم تكون عن طريق الفيديو، خصوصا إنه هنا برنامج بلدنا ده هو علاقته بالمواطن. فأنا بقوم شنو يعني بصور في الشارع، دائما الشارع بيديك الحقيقة. يعني بتلاقي بتاع الخضار البسيط، بتلاقي الطالب الجاي من المدرسة، بتلاقي الزول الزهجان، بتلاقي الزول المتعلم الواعي كده. تمام. يعني الشارع عشان بدي الحقيقة. طيب خلينا ندخل المشاهد معانا في المواضيع والفيديوهات والمحتوى اللي انت بتحاول تقدمه له. نتابع فيديو ونرجع نتواصل معكم ونستكمل الحديث. اصلا قلت انت كشو؟ ها؟ انت كشو؟ قوم شنو؟ انت كشو؟ قوم تكسو. لا لا ما حصل لا ما حصل. المرواد؟ اي المرواد؟ المرواد. المرواد اسمه شنو؟ لا لا اكيد مش لعيب. ايوه مش لعيب. ده شنو؟ لعيب مش لعيب. لعيب بلاير. المش لعيب شنو؟ شنو؟ مش لعيب. المش لعيب؟ عنده علاقة بالعيب يعني مش؟ لا مش لعيب. ما المش لعيب؟ المش لعيب. المش لعيب؟ اي عارف والله اكلتها السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت جابوها لكم من ايه؟ من الدمازين يعني. جابوها من الدمازين؟ مرحبا بك وتحية لكل اللي كانوا في المحطة. يعني الموضوع تراث، الشباب ديل ياتوا كلية، يعني الفئة اللي انت مستهدفة دي كلها مصطلحات تراث، وممكن حاليا يكون ما في مشلعيب في البيت، يعني ومتكشو دي برضو ممكن يكون ما سمعوا بها، ما انا ما عارفة اذا هم شهادة عربية او سودانية. يعني هي مصطلحات ممكن تكون تراثية اذا ما في ثقافة تراثية سودانية ممكن تكون ما واصلة اليوم. فالفكرة كانت شنو اختيار الطلاب ديل ذاته دي، ياتوا فئة انت يعني حددت انك تسألهم الاسئلة اللي ممكن تكون في التراث اللي يكون زول حبوبته او جده ونسوا عنها. أول حاجة التراث برنامج بلدنا برضو من الحاجات البعالية، يعني التراث بدأ يتلاشى شوية. التراث شديد ما شوية والله. أي فشنو إحنا عايزين نرجع الناس، يعني حلقة زي ما قلت ليه مش لعيب وانتكشوا والمرواد. الحاجات دي هي موجودة في
في بيوتنا السودانية. المواد بتتفق معك ممكن تكون ما موجودة بتكشف فيه، لكن المشلعيب ده ما أظن. لا حاليا في يعني انت بتتكلمي عن دي الناس الخرطوم في الولايات الحاجات دي موجودة، ممكن تكون موجودة حتى الآن، فمفترض دي اللي يكونوا عارفينها. لكن يعني الواضح انه الناس اللي انا اصلا اخترت اني اصور الحلقه دي كمان متحمدة لانه كلهم شهادة عربية. طب يعني انا المخرج هسه بيسالني وعارف ان انا شهادة عربية. احمد شكرا لك التحيه، بقول لي مش لعيب شنو يا هيلين؟ ثلاجات زمان يا احمد، جاوبت لك على الهوا. يعني زمان ما في ثلاجات، فبخطوا الاكل اللي هو المش لعيب من السعف، ويكون مفرغ كده في شكل ظريف يشبه الاباجوره يا احمد شكرا، وبيتعلق فوق عشان الكدايس. ممكن نستعين بك المرواد للما عارفين، يعني سألت منهم الناس، فممكن يكون أنا ما عارفة في النهاية هم بيعرفوا الإجابة. يعني مثلا ممكن يكون ناس يزول بيتابع يقول المرواد ده شنو، ومتكشو دي ذاته شنو. قبل شيء كنا بنتغلط أنا واحد من الشباب المصورين في ملاحم تكشو. ملاحم تكشو هو ملاح اللي هو بتعمل العادي يعني طماطم بكده بس ما فيه لحمة. شكرا جزيلا، لأنه قال لي ملاح الخضرة الناشفة. لا ما ملاح الخضرة الناشفة. دي حاجة تاني تقول لي المرواد. المرواد ده بيستعملوه في الكي يعني حساب مثلا يدك اتفكت اتكسرت هنا بتمشي والدولك يبصوا كده هنا، لكن زمان الناس كان بيتعاملوا بالكوك بالنار. المرواد ده هو اللي بتشبهه المرواد. ما المكحلة؟ ما عنده اسم ثاني المكحلة برضه المرواد؟ يعني اي برضه برضه المكحلة يعني بس كل الحاجات المرواد ده الجزء الفوق بس اللي بيتشال، وممكن تتكحل به والسيدة برضه بسموه المرواد، بكحلوا به والعريس وضد الطهور برضه. والله يعني في ثقافه برضه احنا محتاجينها. طبعا بتختلف من منطقه لمنطقه من بلد لبلد. يعني حس يعني عندنا هناك المواد من ابو يمكن تتكحلوا بيو، هو نفس الشكل لكن استخدامه في منطقه ثانيه مختلف. ايوه تمام. طيب سبحان الله السودان ده فيه تنوع جميل جدا. يعني لو الكاميرا بس تلف وتوري الناس التنوع الجميل اللي في السودان حنعكس صوره جميله وصوره ايجابيه. طيب يعني احنا شغالين بفريق العمل او نسمع كلامك رشا، هنمشي فيديو. طيب خلاص خلينا نشوف فيديو محتوى ثاني ونرجع بعد ذاك نكمل حوارنا. طبعا. يلا يا شباب. مرض بيقى عندنا هنا في السودان في أي حتة، أي حاجة أنت اللي توسطوا لك أبسط الحاجات، فبقيت اللايف ستايل بتاعنا. تخيل ليه حاجة سيئة جدا يا أخي، تاكل حق زول وتاكل حق ما حقك، وظيفة ما وظيفتك، مهم حاجة ما جايك أنت، مفروض تجي لزول تاني أنت بطريقة ما استحوست عليه. كل بواسطة، كل شيء بواسطة، وحسي قدامك دولة ما شارح ده ذاته كان ما فيش بيوك بجي انت ذاتك لأنه دي برضو واسطة. الواسطة هو فيتامين واو. نعم الواسطة هي بيقت كل شيء في السودان. يعني حسي أنا مثلا ما أقول لك أنا بدر الدين، لكن أي زول في الشعب السوداني لو عايز يعمل أي حاجة لو ما عنده واسطة هناك ما بيمشي، ما بيتحرك من بيته يعني. فإحنا عشان نعالج، عشان نقدر نوصل للشعب السوداني يعني رسالة إنه الواسطة دي حاجة غلط أو عيب أو كده، نطلع الشارع نشوف هل الشارع متقبل الحاجة دي ولا مستنكرة. ودائما أمشي للفئات البسيطة القليلة اللي ما عندها واسطة. تعرف كمية الوجع وكيف هم مضرين من الحاجة دي. طلعنا منه بشنو يعني شكل المعالجة كان شنو بعد ما عرفنا إنه لو ما عندك واسطة، شو بقول لك اللي ما عنده ظهر ينطعم في بطنه. في بطنه أي برضو ممكن الواسطة بتكون كده. أنا ما أعرف أقول لك شنو طلعنا بشنو، لكن زي ما قلت لك برنامج بلدنا هو بيشوف حاجة غلط وبيعكسها للرأي العام. طيب تمام. طيب خلينا نرجع، إحنا قبل ما نشوف الفيديو كنا بنتكلم عن فريق العمل ونجاح أي برنامج من تفاهم فريق العمل. إذا اشتغلنا بروح الفريق الواحد المتلقي حيحس إنه نازل كلهم كده في شخص واحد بيقدم مجهود بتاع أشخاص في جنود مجهولين إحنا بنسميهم. تحية لكل الشباب الموجودين معنا في الكنترول خلف الكاميرات، المخرج، الشباب فوق في غرفة البث. فنحن كلنا بنعمل كفريق عمل. أنا ما عارفة بدر الدين بيشتغل بفريق العمل ولا المجهودات دي كلها أنت بتعملها بصورة فردية. هو أنا لو قلت لك يعني أنا بقدر براي عمل المجهود ده يكون اتحفت في حق ناس كتير. قناة المخرج الصغير تتكون من 3 أشخاص أساسيين. إحنا قاعدين عن نقول على روحنا إحنا مثلث من 3 أعضاء، إذا فقط ضلع واحد حينهار. هرم. أنا بحيي من هنا أخوي وصديقي إسلام إسحاق، هو المخرج الصغير ما بدر الدين. بدر الدين واجهة بتاعت المخرج الصغير. إسلام هو المصور لنا
حلقاتنا دي كلها من منتج أنا وإسلام مع بعض. معي برضو أخوي صديقي وحبيبي مساعد عبد القادر. مساعد حس حاليا له فترة بتاعت أقل من سنة في نابولي مش منحة بتاعت ماستر. من هنا أنا بحييه وبقول له مساعد تتحيلك وتعلينا، إحنا راجينك منتظرينك. فالغنى بتقوم عليه بدر الدين إسلام مساعد. أنا ومساعد بنقدم الحلقات بتاعت بلدنا، بنمثل في الإسكتشات كلنا سوا. فالغنى قايمة علينا إحنا الثلاثة، إحنا وبس. أهمية العمل الجماعي، يعني شوف هسي أنت شبهته بأنه مثلث أو هرم. لو واحد خلى يعني طلع خلاص بينهار. ممكن دي برضو رسالة ترسلي، يعني أنه العمل أيا كان لما يكون جماعي ممكن يكون بيطلع بياته صورة جميلة، تفاهم الفريق، إقامة ورش، يعني الناس بنتناقش. حتى إحنا عندنا هنا في الحلقة يعني بتجيك توجيهات، ممكن تستعين بالمصور في معلومة، ممكن تستعين بالمخرج في 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 كلمة غالبك. فدائما العمل أو روح الفريق بيطلع شغل أجمل ما يكون. أكيد طبعا، إحنا كل حاجة مشتركة، يعني الإعداد بنعده سوا، المونتاج بنمنتجه سوا. يعني بنكون قاعدين كده بنمنتج شيء دي دي هناي كده بتجي أجمل كده هناي. غير كده سبب نجاحنا الطابع الأخوي أكثر من الشغل. يعني أغلبية الناس شغالين من أجل الشغل، لكن لا، إحنا أخوان وأصحاب. قبل ما نبدأ نشتغل المخرج الصغير، وقبل ما يكون في برنامج بلدنا، وقبل ما يكون في سكتشات، اصلا احنا اصحاب من بدري. جميل. عندكم مبادره شغالين عليها او قمتوا بيها، ممكن نتكلم عنها ونشوف المعالجه كانت كيف من خلال الفيديوهات؟ تمام. المبادرات، انا من هنا بحيي اخونا المعز محمد شريف، الرجل صاحب المبادرات الجميله. المعز محمد شريف هو بيعمل المبادرات اللي هي بتخص اصحاب الاراده والهمم، الناس المعاغين، الناس المحتاجين. يعني معجزة محمد شريف شامل لكل حاجة، فإحنا جزء من معجزة محمد شريف. الفضل في المبادرات رجع لمعجزة محمد شريف، وإحنا جزء من معجزة محمد شريف. جميل. طيب حضرتك كصانع محتوى، يعني لما قررت تعالج قضايا أكيد اتفرجت كثير جدا في السوشيال ميديا، اللي مرات بنحس أنه في بعض المهاترات الغير مقبولة للمجتمع السوداني. أنا حستفيد من رأيك، لكن خلينا نشوف مادة، وحايزاك تدي نصايح لأي شخص بيعتبر أنه دي منصة أنت يعني بتطلع معلومات بتعكس ثقافتك بتعكس هويتك من خلال المادة. لأننا تديهم النصايح، لكن خلينا نشوف الفيديو ونرجع لك ثاني مرة. كلك واري اللو دخل الكل الكو، كلك فافن فاو، كلك جاون جاو، هل استدعاتو والعملات التو. تبيان بترمح الكبيرة، طبعا زي ما شايفين ضل الوضع الكان قاعد فيه أبوي قبال ما يبلغ الصحة، وده البرميل اللي بيشرب منه. رمح كيف أحوالك وصحتك؟ والله صحتي في أمان الله. الناس دائما بتزعل من رمح كيف صحته وأخباره وبيقى كيف. الحمد لله في أمان الله، ما في شيء ناقصني. احنا الليلة سعيدين إن احنا في مدن الجميلة في ود المجذوب وفي داركم العامرة. والله يا أخي أنا أزعد كمان بوجودكم الليلة. يعني رماح عرف المشاهد بنفسك. والله يا أخي رماح التوم عجب حسن من ود الميدوب. رماح الصحة كيف؟ بقيت كيف هسه؟ والله في أمان الله، وكل الدنيا شهدت لي بالصحة والعافية. أنا حاجة التوم عجب والد رماح، الحمد لله رماح بقى في أحسن حال، ونشكر الناس ساهموا في علاجه كلهم خارج وداخل الوطن. طيب نسمع منك قصة رماح. قصة رماح. رماح هو طبعا تعرض لضغوط نفسية هائلة جدا، يمكن تكون لظروف خاصة به هو، لكن رماح يعني الفضل يرجع للمعز محمد شريف. هو المشى
وجاب رماح وكان معاه في من دكاترة مخ وأعصاب لشيوخ بتاع الرقية الشرعية لحجامة. إحنا من ضمن الفريق اللي كان مصاحب لرماح في رحلة علاجه في البرنامج الترفيهي اللي هو الزول المتعرض لضغوط نفسية عايز غير العلاج الطب أو كده برضو محتاج للجانب النفسي، يعني إنك تسوه تطلع بيه تفرحه تفسحه تقعد تتونس معه تدردش معه. فرماح الحمد لله حسيت ماشي للشفاء تمام 100% الحمد لله، وزي ما انتم شفتوه في الفيديو بتاعنا وشفتوه قبل ما يتماسل للشفاء الحمد لله. الحمد لله دي واحدة من القضايا اللي هي برنامج بلدنا وصلت عليها الضوء. الرسالة هنا بتقول شنو؟ إنه أي زول يتعرض لضغوط نفسية ممكن يبقى كويس، بس عايز مين ينظر له عايل له ويهتم به. وأي زول كويس لو يتنمروا عليه حيتعرض لضغوط نفسية. أكيد طبعا دي واحدة من مساوئ السوشيال ميديا. يعني لشخصيات مش الناس المعروفين على على الوسط الرياضي والإعلامي والفني، ناس عاديين جدا ممكن يكون في جروب بتلقى إنه زول كتب لك كومنت أو تعليق أو بوست نزل له منشور بتلاقي كمية الردم خلينا نقول بحسب مصطلح فدي محتاجة فعلا قضايا. يعني في ناس ممكن ما بيتحملوا يعني، فممكن صحته النفسية تتدمر بسبب الموضوع يقرر تاني ما يشارك أو غيره. أكيد. حقيقة يعني في كمية بتاع التنمر في المنصات بصورة مخيفة. نعم. في اتجاه لأنك تعالج الموضوع ده؟ والله هو أي زول بيتنمر عليه زول أنا بشوف إنه ناقص. يعني زول عمل حاجة بادر بحاجة جميلة تيجي تتنمر عليه وانت بتكون ما بتعرفه ولا عارف نيته واصلا عمل الحاجه دي قاصد بيه شنو ولا ليه عمل الحاجه دي. حلقه رماح دي انا مشينا صورنا معاه الناس بيقول لك استغلوه وكذا، لا حلقه رماح دي رماح كان فاتحه خير لانطلاق مبادرات بعده كثيره. يا سلام. بعده جاء الطيب برضه كان نفس حاله رماح وحس الحمد لله. بعده مها حاليا هي في العلاج وصلت مراحل متقدمه من الشفاء، يعني مها لها فترة بتاعت 11 سنة ما بتتكلم ما بتتونس ما بتستحمى كده، يعني حس الليلة مها بتغسل براها بتاكل براها بتمشي تترسل تجيب حياة ناس البيت والحمد لله. الحمد لله يعني في بذل حسناتكم إن شاء الله. عندنا فيديو أخير خلينا نشوفه ونرجع تاني. عشان عيون أطفالنا ما تضوق الهزيمة سدوا الفجوة. سودان بدون سرطان سدوا الفجوة. عشان صحة أولادنا سد الفجوة. عشان مريض سرطان متعافي لازم نسد الفجوة. عشان الأطفال يستطيعوا الحركة والحياة بدون ما يفقدوا أطرافهم بدون ما نرجع للبتر سد الفرقة. هو فعلا دي الفرقة المحتاجة تتسد. يعني طبعاً. الفيديوهات زي دي فعلا بتكون محتاجة لدعم أطفال السرطان، الاستراحات، المبادرات اللي حقيقة يعني في آخر يعني ضعيفة فعلا محتاجة تقيف معاها الناس وتدعمها. نعم أكيد طبعا. أطفال السرطان أنا لما مشيت صورت الحلقة دي في فترة من القريبة يعني كان في أدوية منغزة للحياة ما في ما موجودة حصلت وفيات بسببها. فدي كانت الحلقة الأولى. الحلقة الثانية اللي حسا عرضتوها أنتو دي كانت في اليوم العالمي لأطفال السرطان. أنا بنتهز الفرصة دي وفي إنسانة زولة زميلة أصيبت بمرض السرطان بقول لها فارة ليك وسلامتك الأستاذة منى مجدي سليم. أطفال السرطان هم والله يا أخي بيعانوا تعبانين، إحنا في بلد يعني لازم الناس تعاين للحاجة دي، الناس المحتاجين شديد. أنا مشيت استراحات ولفيت ناقصة كثير. إن شاء الله ربنا يكون في العون ويد على يد تجدع بعيد إن شاء الله تتسد الفرقة يا رب. شكرا جزيلا لك أستاذ بدر الدين المكي المخرج وصانع المحتوى، شكرا جزيلا شرفتنا في 24 قرابة. تمام شكرا لكم كثير وسعيد باستضافتك الليلة أستاذ. شكرا. تمام. بكذا مشاهدينا احنا بنكون وصلنا لختام حلقة 24 قرابة اللي كانت فقرات منوعة من نشرة فنون وأخبار 24 قرابة وترند اللي تحدثنا فيه عن التغيرات المجتمعية بالإضافة لمشاركة البش مهندس محمد الفاتح في منصة السودان معرض إكسبو 2020. شكرا للمتابعة. بكرة فريق عمل جديد حتى الملتقى. تحياتي والفريق العامل في أمان الله.